هكذا تتواصل انطلاقات أشواطنا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، انطلاقات هذا المساء الشوط التاسع الذي أعلنت قبل قليل بداية انطلاقته في هذا المساء الجميل، في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة على أرضية هذا الميدان في تواصل أشواط مساء هذا اليوم هنا في عربة النقل وفي هذه الانطلاقات الشيقة والجميلة الذي يحملها ميدان المرموم في تحدياته وانطلاقاته الشيقة في هذا الانطلاق. انطلق هذا الشوط، انطلقت الأمال مع المشاركين مع المضمرين في هذا الانطلاق الشوط الخاص بالذلل المحليات الأصايل، هناك تتقدمهن وتقودهن بالمركز الأول. بشاير تقود مساري هذا الشوط وتتحدى المنطلقات، وهذا الاندفاع في هذا الانطلاق وفي هذا تحمل شعار هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي وهي بالمركز الأول تسيطر على مقدمة الشوط، تقود مساري هذا الشوط. المركز الثاني، عالية تتقدم في المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين. بينما المركز الثالث هناك تقدمت مشاهدي الأعزاء سراب من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي على المركز الثالث والمركز الرابع، هذه مرموقة، مرموقة من هجن العاصفة يقودها غياث الهلالي في عملية التضمير. بينما المركز الخامس وصلت لخيال، خيال تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها احمد بن سلطان بن رشيد. هذه الخمس المراكز اللي انفردت، الخمس المراكز انطلقت في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. بينما المركز السادس وصلت سمعه، وصلت سمعه مشاهدي الاعزاء من هجن العاصفه يقودها غياث الهلالي في عمليه التضمير. بينما المركز السادس في هذه اللحظات وصلت الشاهينية تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع. بينما المركز الثامن هذه تقدمت هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سيل بن مبارك بن مرخان، وصلت في هذه اللحظات على المركز التاسع الظبي لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم الشاعر حمد بن علي العويسي يقودها في التضمير. بينما المركز العاشر وصلت دمعه، دمعه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، راشد بن سعيد بالغافريه يقودها في التضمير. هكذا العشر المراكز، وندانا الاول للعشر المراكز المتقدمه في مسار هذا الشوط، في تحدياته، في انطلاقاته، في هذا الاندفاع الجميل والانطلاق الرائع في ارضيه هذا الميدان، في تحديات هذا الميدان الجميل وهذا الانطلاق الرائع على أرضية هذا الميدان. هناك تقود المسار من البداية وتنطلق بالمركز الأول في هذه الانطلاقات، انطلقت على المركز الأول على الانطلاق الأول، عالية عالية على مقدمة الشوط لتعود ملكيتها لسمو الشيخ النهيان بن ذياب بن سيف النهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين، تقود مساري هذا الشوط وتندفع بالمركز الأول. بشاير في المركز الثاني، بشاير تندفع في المركز الثاني من هجن العاصفة يقودها في التضمير غياث الهلالي، الثنتين باعدا بينهن وبين بقية المراكز ما شاء الله تبارك الله. المركز الثالث سرابة من هجن العاصفة، والرابع مرموقة من هجن العاصفة يقودهن في التضمير غياث الهلالي. المركز الخامس هذه تواجدت خيال لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، يقودهن في التضمير في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق. هناك واجد مشاهدين الأعزاء، وصلت سمعة في هذه اللحظات على المركز السادس يقودها غياث الهلالي في التضمير. بينما
ناخذ المركز الثامن، ثامن المراكز وصلت هناك وتقدمت الظبي، الظبي لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، يضمرها حمد بن علي العويسي يقودها في التضمير في هذا المسار وهذا اللقاء الجميل والشيق على أرضية هذا الميدان في هذا التواصل وفي هذه التحديات في هذا الانطلاق الرائع على أرضية الميدان في هذا تواصلنا المستمر وتحدياتنا الرائعة في أرضية هذا الميدان. يا سلام، شوف الأسماء وشوف الشعارات، شوف التحديات الجميلة والانطلاقات الرائعة في هذا الاندفاع الجميل على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، عودة عودة مع المراكز الأولى، عودة مع الانطلاق الأول في هذا التحديات وفي هذه الانطلاقات. هناك نسير مع المركز الأول، لا زال التنافس باين والتحديات جميلة، ولكن تتقدم في هذه اللحظات بشاير، بشاير على مقدمة الشوط، وهناك بشاير من هجن العاصفة يقودها غياث الهلالي في التضمير، بينما تأتي في المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء اللي هي عالية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيفان نهيان الصادق بن فضل الأمين، يقودها مضمرا على المركز الثاني. الثنتين اللي باعدا على مقدمة الشوط وسارا برقص المقدمة بتحديات المقدمة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق بدون منافس على الاطلاق، الثنتين يتنافسا على مقدمة هذا الشوط وتحديات هذا الشوط الجميل والشيق والرائع في أرضية ميدان المرموم. المركز الثالث تقدمت في ثالث المراكز بشاير ولا مرموقة؟ مرموقة في المركز الثالث، والمركز الرابع بشاير من هجن العاصفة يقودهن غياث الهلالي الذي يقود عملية التضمير. ركز يا الهلالي ركز في هذه الأيام وفي هذا المسار وفي هذه التحديات، التطلعات كبيرة والآمال والجماهير كبيرة مع شعار هجن العاصفة في هذا الموسم وفي هذه التحديات. بينما المركز الخامس هناك التحديات والانطلاقات. يا سلام، وصلت خيال، خيال تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، وسمعة قادمة من هجن العاصفة يقودها غياث الهلالي في التضمير مع بوابة العبور مع الخمسة مع المراكز الستة الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته. يا سلام، المسار جميل والتحديات رائعة والانطلاقات أجمل في هذا المساء الجميل والانطلاق الرائع في أرضية هذا الميدان. نسير مع المراكز الأولى، نسير مع الانطلاق الأول في هذا المسار وفي هذه التحديات. يا سلام، هناك الانطلاقات وهناك التحديات الجميلة على أرضية هذا الميدان. نسير مع المراكز الأولى في انطلاقتها وفي تحدياتها في أداها الجميل والشيق في أرضية هذا الميدان، في انطلاقات هذا الميدان الجميل هنا في المرموم وتحدياته وانطلاقاته وفي هذا الاندفاع. يا سلام، نسير مع المقدمة، نسير مع المركز الأول في هذا الانطلاق الشيق في هذه التحديات الرائعة على أرضية هذا الميدان، في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق، في هذه التحديات الجميلة والرائعة هنا في أرضية ميدان المرموم. نسير مع المراكز الأولى، نسير مع التحديات الأولى على أرضية هذا الميدان. هناك الانطلاق، يا سلام، بدأت الأمور، بدأت السيطرة عاصفية 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 في هذا المساء وفي هذا الاندفاع الشيق والجميل. هناك نسير مع المقدمة ومع هذا الرقص. يا سلام،
هجن العاصفة، هجن الشتاء والصيف مع انطلاقة هذا الشوط، وهذه من تسيطر، من تقود هذا المسار وهذا التحدي الجميل والشيق والرائع في ميدان المرموم. تتقدم هنا مرموقة على المركز الأول، مرموقة على الانطلاق الأول في هذا الاندفاع. هجن العاصفة على المقدمة، بينما المركز الثاني تتقدم في ثاني المراكز مشاهدي الأعزاء، وتأتينا بهذا الاندفاع الجميل وبهذا الانطلاق الرائع. يا سلام يا سلام، مرموقة من هجن العاصفة، وهناك خيال لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على المركز الثاني، ولكن خلاص مرموقة على المركز الأول، مرموقة على الانطلاق الأول، تندفع بالمركز الأول بالانطلاق الأول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هناك مشاهدي الأعزاء خيال ومرموقة، خيال مرموقة، خيال تتقدم في هذه اللحظات. تهانينا لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز خيال بالمركز الأول، والخطير أحمد بن سلطان بن رشيد المركز الثاني، وصلت في مرموقة على المركز الثاني، والمركز الثالث وصلت بشاير في هذه الانطلاقات في هذا الاندفاع، بينما المركز الرابع أيضا هجن العاصفة، والمركز الخامس هجن العاصفة. هكذا تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا التحدي الرائع والجميل. وهذه خيال قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها مشاهدينا الأعزاء على شاشة التلفون 12 دقيقة و51 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ولأحمد بن سلطان بن رشيد الخطير، بينما المركز الثاني وصلت في المركز الثاني مشاهدي الأعزاء اللي هي سرابه من هجن العاصفة في 12 دقيقة و52 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، والثالثة اللي هي مرموقة من هجن العاصفة في توقيت زمني مقداره 12 دقيقة 52 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز المستحق. تهانينا